باعتبار البشري رائداً وسابقاً في الموضة، واجه كثيراً من المصاعب والمتاعب في مسيرته. ما الذي يورثه التعب في تجربة الفنان؟ أي عمق وإلهام في المعاناة وفي هذا الكفاح؟ نقطة محورية جديدة في قصة الأستاذ يحيى البشري. كيف تتخيلي أنه ممكن أهلك يكونوا واقفين ضدك؟ كيف يكون مجتمعك واقف ضدك؟ يعني على سبيل المثال، في بداياته كصحفي كانوا أهله رافضين فكرته كاختلاط بفنانين. لما بدأ في موضوع الأزياء كمان رايح لموضوع أزياء ودار موضة وأشياء. ففي قاعدة أو أحد الأشخاص كان يقول مثل، يقول أهلك أول من يستهزئ بك وآخر من يصفق لك. أحيانا الناس القريبين مننا لما نقول لهم عندنا هدف ولا عندنا حلم، أنت مصمم مدري والله، يعني هذا الاستهزاء لا تخليه حاجز، لأنه أهله كانوا ضد فكرة الجانب الفني والجانب المهني والفاشن عموما. في تطور أزياء النساء والرجال التقليدية، ما التغييرات التي حدثت في هذا الجانب؟ وما هو إسهام صناع الموضة فيها؟ مرة ثانية، كيف ممكن أنقل ثقافتي للعالم؟ كيف ممكن أستخدم الماتيريالز والأقمشة وأحدث ألوان الموضة؟ كون أني أغير، فأنت ممكن تأخذ خطك. وهنا السر في قصة الأستاذ يحيى البشري، أنه كيف لما أسوي شيء مختلف أقدر أطلع أنا بثوب أو بعباية أو بفستان يناسب مجتمعي وحضارتي، ما أستنسخ تجربة غربية ولا فكرة موضة ولا فكرة تصميم وأجي أسويها في مجتمعي ممكن يصير فيها تضارب أو ممكن يصير فيها يعني رفض مجتمعي. في المقابل كيف أعرب الفكرة، أسعودها، أخذ نفس الأفكار اللي ممكن تكون الترند اللي سايرة بالألوان بالأقمشة بكل التفاصيل وأدمجها مع حضارتي وأوصل إني أوصل حضارتي للعالم مرة ثانية. فالتغييرات اللي بتحصل في البداية أكيد حتلاقي مقاومة، وهي زي ما قال العالم الألماني بارهوف، يقول أي نجاح، معظم الناجحين مروا بثلاثة مراحل: استهزاء، مقاومة، اتباع. فتبغى توصل حقيقي بفكرتك بمجتمعك بحضارتك بثقافتك للعالمية، خليك منفتح إنك كيف تدمج الأفكار اللي في العالم كله بثقافتك وتوصلها للعالم.